الحاكمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأخوة، كما قلت لكم في الأسبوع الماضي والذي قبله، من الموضوع الذي نتكلم فيه الآن وهو الجانب السياسي في الإسلام، هو من الخطورة بمكان، ولكن في الحقيقة خطورته الكبرى تأتي من عدة نواحي. الناحية الأولى عدم الفهم السليم لمعنى الحكم الإسلامي، والاختصار الواضح الذي يبين معنى الحكم الإسلامي هو ببساطة اختيار حاكم بشروط معينة لينفذ الإسلام في الأمة، ليس أكثر من ذلك. الإسلام الذي نعرفه له حدود معروفة، في أوامر وفي نواهي، فعلى الحاكم أن يقوم بهذا الإسلام وأن يختار من الرجال والأعوان واللجان والموظفين من يساعده في ذلك كله. هو هذا هو المطلوب، يعني الحكم بالإسلام يمكن احنا ما بننظر له نظرة ضخمة، كيف ننظم الحكم الإسلامي؟ مسألة ما هي مشكلة. في عندنا كليات عامة وأصول لاختيار الحاكم، بعد ما توضع هذه الأصول أمامنا، الوسائل التي نختار بها ممكن تكون متعددة ومختلفة من وقت الآخر ومن بيئة إلى أخرى. كذلك أعمال الموظفين، يعني مسألة الوسائل اللي يمكن بها إدارة الدولة الإسلامية بتترك أو بيترك الكثير منها لرأي الحاكم ولرأي الشعب بالمشورة. لكن المسلمون ما فهموا من كلمة الحكم الإسلامي إلا معاني معينة هي خطيرة إذا أخذت وحدها، وأعداء الإسلام دائما يضعونها أمام المسلم. يعني لما بنطالب بالإسلام يوم يأتيك رجل أنا بعتبره أبله أو عبيط، يقول لك إيش بتطالب بالإسلام؟ يعني ترضى أنت بقطع يد السارق وجلد الزاني ورجله؟ هذا السؤال فيه سقوط للسائل، لأنه دليل أنه ما فهم من الحكم الإسلامي إلا قطع يد السارق وجلد الزاني. وإذا كان معترضا على هذا الحكم، قلنا من قبل أن الاعتراض نفسه كفر سببه له جهله وعمقه وتقليده لأعداء الإسلام، ودي مشكلة كبيرة بنعيش. لكن لو فهم أن أركان الإسلام خمسة، وأن الحاكم مطالب بإقامتها في نفسه وفي الأمة،
وهي الشهادتان والصلاه والصيام والزكاه والحج. وأما تأمين الدولة وتأمين الشعب والحماية والدفاع والرقي بالدولة وتطورها إلى آخره، لو فهم الإسلام على هذا الأساس لقال نحن لا ينفعنا إلا الإسلام. إذن هذا الحكم وهو النظرة إلى الإسلام كتابوت كسيف مسلط كاستبداد واستعباد، هذه نظرة خاطئة سببها أننا أصغينا لأعدائنا أو أن الذين صنعوا التجربة فعلوا ذلك يوما ما. طب واحنا وهل هذا ينسب الى الاسلام؟ طب ما في جماعه نادوا بالديمقراطيه والحريه والاخاء والمساواه وذبحوا وقتلوا وسنقوا والى الان المذابح والمسانق والقتل بيشتغل، وبرضه الشعار حريه اخوه مساواه ديمقراطيه، والشعب ما اكل من الحريه إلا اسمها فقط، أما طعمها فلم يذق. يمكن الشعوب العربية هي أسوأ الشعوب حظا بسبب أكثر حكامها. الناس كلها تتقدم حتى في الكلمة الطيبة، والشعوب العربية ما تجد الكلمة الطيبة من الحكام، حتى الكلمة الطيبة. فالمسألة ما هي برضه احنا ان هذه النظرة نظرة خاطئة على الاسلام. كذلك يمكن ان بيصعب الامر ان الذين عملوا التجربة او يعيشون الان في تجربة اسلامية يمكن نراهم متأخرين جدا، يمكن البعض منهم لكام سنة مضت كان بيعتبر الهاتف التليفون حرام وان الذي يتكلم فيه الجن والعفاريت، وانه غير معقول ان يكون المتكلم هو انسان ثم يسمعه الانسان. فاذا كان التليفون ركب عفريت وده قريب جدا يبقى السيارة يبقى ركبها جن الجن، ويبقى الصاروخ ده ركبه مارد ضخم. ولذلك الى الان والى ان صعد جاجارين ودار حول الكرة الارضية وخرج من حيز الجاذبية، ايش قالوا مش معقول، حتى قام خطيب وقال من قال ان انسانا وصل الى القمر فقد كفر. يا اخانا لقد راينا باعيننا وسمعنا باذاننا والعلم لا يكذب. لا 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 لا، لقد سحروكم، انتم مضحوك عليكم. والى الان مع ان احنا باللب وجد من اخرج كتابا يقول كذب من قال ان الارض كرويه وان الارض بتدور. امال الليل والنهار جاي ازاي يا راجل انت؟ دي مساله، ده احنا ممكن اركب الطائره ولف انا وانت حول الارض واوريك البلاد من اولها الى اخرها. ما عرفش هو لما كانت امريكا بتحارب اليابان او الصين كانت بتخترق لهم المجالات على المحيط الاطلسي وتيجي اوروبا وتوصل لغايه امرها ما كانت تحارب. لكن الكلام ده تجيبه له ازاي؟ يعني لو قلت له تعالى نركب طائره واحنا نطلع من الشرق
ونظل ماشيين بالطائرة حتى نجد أنفسنا من نفس النقطة التي خرجنا منها وصلنا إليها واتجاه الطائرة لم يتغير. يقول لك مش معقول. فإذا كان هذا الكلام موجود إلى الآن هو دليل تأخر وتخلف. هل هذا التخلف يؤذى إلى الإسلام؟ لا. طب ما هو موجود جماعة بيأكلوا لحوم البقر إلى الآن وهم ليسوا مسلمين ووثنيون إلى أبعد حد وهم منتظرون من يدعوهم إلى الإسلام. هل هذا التأخر يعزى إلى أي شيء؟ يعزى إلى الدين عندهم؟ ما عندهم دين. مسألة إذن الإسلام مظلوم. ولو سألنا أوروبا وهذا قدر اتفق عليه العلماء وقلنا لها من الذي تلقف من أين أنت تلقفت النور والإرسال والعلم بجميع أنواع؟ قالت لك احنا تلقفناه من العرب من المسلمين. بأوروبا كان المسلمون يعيشون أحسن عيشة وأرغبها وأقواها، وكانت أوروبا لسه بتعيش في القرون والعصور المظلمة وكانت عندها خرافات لا حد لها. فالمسألة إذن مسألة تحتاج إلى نظر. نظر مين؟ نظر المسلمين. النظرة مش ننظر إلى ما قاله أعداء الإسلام، لا، نحن محتاج أن ننظر إلى الإسلام نفسه أولا لندرس، ولا بد أن ندرس وأن نقرأ وأن نترك هذه الجامعات كلها كونها كانت جامعة أزهرية أو جامعة المدينة أو جامعة بغداد أو جامعة الكويت، ونسمع من جديد جامعة للإسلام وحده لا لتقرر علينا الصلاة والصوم والزكاة والحج وهذا كافر وهذا مسلم. في مسألة، مسألة الكفر والإسلام، مسألة يعرفها الطفل في كلمة، ليست محتاجة إلى هذا السحن كله وإلى هذا الزمن نقضيه كلنا في تفكير هذا وتفكيك هذا وتجريح هذا. وإلى الآن يخرج الخطيب ويتكلم في من كفر وفي من أسلم بسبب لا إله إلا الله. مسألة لا يمكن تكون. إنما احنا محتاجين إلى جامعة إلى الآن لم توجد في البلاد الإسلامية إلا حتى لا نظلم ما هو موجود في الهند وباكستان، لكن احنا ما عندنا الجامعة التي تدرس الإسلام من خلال الدراسة القرآنية ودراسة السنة النبوية والمقارنة بين كل ما هو موجود في شرق الدنيا وغربها وبين الإسلام وجماله. حينئذ يوم ندرس سيتجدد إيماننا وسنعرف حقائق كثيرة خافية عنا، وسوف نسجد من جديد سجود المؤمن بعظمة الله وجلال الله وجمال الله وكمال الله، وندرك حينئذ معنى هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. احنا في حاجة إلى دراسة، والإخوة الذين عاشوا معنا في دراسات بسيطة قليلة كما أخبروني قالوا لأول مرة نفهم الإسلام وندرك مرامي هذا الدين وكماله وجماله، واحنا بندرس يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء. اذن احنا الى الان ما درسنا، وكلما فتحنا مدرسة جئنا بقصور، والجامعة بقصور، والمسجد بقصور، والجواهر راحت مين؟
تعرف الجواهر دي تجدها فين؟ روح في باريس ولندن وامريكا. امريكا فيها عدة كراسي للدراسات الدينية المقارنة، وفيها اساتذة في اوروبا وامريكا انصاف الاسلام. وبعض الطلبة قال انا ما عرفت قيمة الاسلام الا من طالب باريس. طالب من باريس قال لي انت عربي؟ قلت نعم. قال هل درست دينك الاسلام؟ قلت نعم. قال اتدري ما الفرق بين عقيدة الالوهية في الاسلام وفي المسيحية؟ فقال يعني تتكلمت كلاما ليس مبنيا على علم، ونظر الي باستحقاق وقال يا استاذ اهو دينك ولا تدري ما الفرق بينه وبين الاديان الاخرى في اهم شيء وهو العقيدة؟ انا اقول لك المسيحية تقول كذا، واليهودية تقول كذا، والزرادشتية تقول كذا، والاسلام يقول كذا. فظهر ان العقيدة الصحيحة الوحيدة والتي يمكن ان يقبلها العقل العصري المثقف هي العقيدة الاسلامية. بعدين بدأ يدخل في الاصول الاسلامية وكيف ان اركان الاسلام جمعت مقومات النهضة في اي دولة، المقومات الخلقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. قال له فقط هذه الاركان الخمسة لو عملتم بها بصدق لكنتم اقوى دولة واحسن دولة في العالم. قال لي انا ما فهمت هذا الكلام من قبل. ليه؟ لان احنا بندرس هنا. اسمع يا جدع، فاركان الاسلام احفظ يا احفظ احفظ يا جدع، انت اللي في المدرسة ويا اعطانا يا طالب اللي في الكلية. اركان الاسلام خمسة: شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، واقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وضروري الولد في الاخر يقول كده سبيلا. جيد، لكن كلمة الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج في تكوين الامة لا احد تكلم فيه. ولما تيجي تتكلم فيه تجد مسألة مين المستعد يا اخوة. الصورة غريبة علينا. انا يعني كل اللي نفسي فيه يا اخوة ان احنا من جديد نقرأ الاسلام، ما نظلموش وما نظلمش انفسنا وما نضيعش حياتنا في التفاهات. مش عاوز تضيع حياتك في الجمال والكمال، امسك المصحف، امسك حبيبة كتاب الله، اسمع من الله مباشرة، لا من حسن ايوب ولا من عمك ابراهيم ولا من عمك عمر، من الله مباشرة على طول كده. الا لما تسمع ايه ماذا يقول. يعني لو فرض انك انت جالس كده وبتسمع قوله تعالى والنجم اذا هوى، افتكر ان انت بتسمع من الله. ضروري تحدث نفسك انك بتسمع كلام الله، بتسمع كلام الله. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. اسمع من الله، هو بيكلمك بخاطب، ما في أحد أخر. الحق
الحقه. نعم يا رب. تاني يا رب. الحقه يعني القيامة. برد تاني. الحقه. من حقه. وما ادراك ما الحقه. ايه اللي جرى؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. طب وجرى ايه؟ على كل كده يقول الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة. وبعدين كان جرى لهم ايه دول؟ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغية. واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية وثمانية ايام حسوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ لا لا نرى لهم من باقية. اقرأ اقرأوا بحلاوته بجماله بعزمة القرآن يا اخوة. ما تحرموش نفسكم. انتوا احنا مظلمين. انا مظلم واللي بيكلموك كلهم مظلمين. اقرأ من المصحف. اسمع انت كأنك تسمع من الله. لا تسمع من المظلم فيظلم قلبك. ما سمع من المظلم الا واظلم معه. اما الذي يسمع من النور من الكتاب نفسه تقرأ تحس بالعظم. الاباه وهنا اذا وضعنا انفسنا مع الكتاب مع القرآن بصدق نتغير ونتحول وكل شيء عندنا يبقى سهل. وكل مستعصي علينا ربنا ييسره. لكن سبحان الله يا اخي حتى الواحد الان يجد هذا يخرج طلع خذ دي كتب نقراها ودي كتب نقراها ودي كتب نقراها ودي كتب نقراها. وما في واحد يقول هاتوا القرآن واقرأوا فيه لتشعروا بالجمال واللذة والمتعة والحياة السعيدة. طيب ارجع انا واروح في السياسة. يلا خلينا نخربط في السياسة. انا لما جيت اتكلم في السياسة اي واحد منكم ممكن يقول لي هو الاستاذ ده متخصص في السياسة؟ لا مش متخصص في السياسة. في السياسة العامة انا غير متخصص فيها. اما في السياسة الاسلامية فانا المتخصص فيها. ولا احد غيري متخصص فيها. انا ومثلي متخصصون فيها. اما الذين يتكلمون عن السياسة من خلال القانون الفرنسي ومن خلال القانون الروماني ومن خلال المستوردات المرقعة فهؤلاء انا لا اعرف ما يعرفون وهم لا يعرفون ما اعرف انا. فاذا انا اتكلم عن الاسلام والسياسة الاسلام وانا ادري اعلم بها لاني اقرأ لها. واقرأ ايضا عن السياسة الاخرى الوضعية التي جاءت بها القوانين. واقرأ عن المقارنة بين الاثنين. وتستطيع ان تجد كتبا كثيرة تقرأ فيها المقارنات هذه. وانا اوصيكم بقراءة مقدمة او الى نصف كتاب الاستاذ المرحوم عبد القادر عودة تشريع الجنائي في الاسلام. اقرأ الجزء الاول من هذا الكتاب. وقال المقارنات الموجودة بين القوانين الوضعية وبين الاسلام. صحيح انا من الخطأ كمسلم ان اقارن بين ما قاله جورج وما قاله الله غلط. لكن لا مانع من ان انظر لا للمقارنة ولكن لاعرف فضل ربي ورحمة ربي وعظمة ربي.
واعرف تفاهة البشر وسقوطه. في المرة الماضية قلنا من اجل ان نقيم الاسلام لابد يكون فيه ارضية نقيم عليها الاسلام، لابد يكون فيه عناصر بشرية نقيم بهم الاسلام، والا الاسلام عرب، الاسلام ليس جوهرا. انت حينما اقول لك انت مسلم فيك اسلام تقول لي نعم انا عندي اسلام، بل انا الاسلام كله. ايش بيحصل؟ انا على طول بفكر وانظر ليك في اخلاقك في معاملاتك في حياتك في عباداتك، فان كنت صادقا في اسلامك احسنت العبادة والمعاملة على السواء، وان كنت شرما بروما لخبطت العبادة والمعاملة وكل شيء، وليس لك من كلمة الاسلام سوى مصباحة تطول وسوى سمسمة تسفر، وبعد كده ما فيش مانع من نهب اموال الناس بالحق وبالباطل، وما فيش مانع من خط 20 فتوى من اجل هذا النهب، ومن كذب ومن تغرير وخداع وتضليل وظلم في البيت وظلم برا وخد عندك والاسم مسلم. يبقى احنا محتاجين الى ناس يتمثل الاسلام فيهم حتى يقيموا الاسلام. وانا قلت لابد من عقيدة تجمع وتربط بين الذين يراد او الذين يطرحون لاقامة الاسلام. ثانيا قلت لابد من ان يوجد مع العقيدة التغيير، وانا يعني ضربت على وتر التغيير كثيرا وقلت اننا كلنا نعتبر انفسنا مسلمين، واللي في الشارع واللي بيسكر فهم نفسه انه مسلم، واللي كان فات رمضان وكأس الخمر بجواره ودخل عليه احد الطلبة وناقته وقال له اليس ذلك حراما، قالوا انا حر هذه امور شخصية ويمكن انا مسلم احسن منه. مغالطات كلها بتسمعوها وبتشوفوها. فلا بد لكلمة اسلام من تغيير يترتب عليه، فاذا لم يحصل تغيير نتيجة العقيدة وجدنا الاسلام ووضعنا القوانين امامنا كلها، طيب اذا كان انت امامك آية النساء وبعدين جبت عريان، آية الخمر وحضرتك بتسرب، آية الربا وحضرتك بتابي، لما جبنا لك القوانين وقلنا لك نفذ القرآن كما انت هتنفذه بفريستك الخاصة، هي برضه. يعني ايه؟ ما فيش مانع انك تصلي تعمل لك شوية مباحث وشوية مخابرات وتجيب لك كام واحد ضابط وكام واحد شرطي وانزل ضرب في الناس، واللي يعطيك قرشين تسيبه، واللي يدي لك زجاجة ويسكي تتركه، واللي يجيب لك واحدة حلوة تمشيه، وعلى الله يلا ونفعني وانا نفعك، واللي عملناه في القوانين الوضعية نفسه لما نروح ونعمل اسلام هنعمله في القوانين الاسلامية، ما هي النفسية هي ما مستخش لم يتغير. ايه اللي هيحصل؟ كما تربقها هنا سيطربقها هنا، وكما افسدها هنا سيفسدها هنا. اذا لابد على الاقل من وجود عناصر تصلح للبناء عليها. بعد تبقى التغيير للذين يريدون ان يقيموا الاسلام لابد ان يكون هذا التغيير موجودا فعلا في طائفة من الناس، لا اقول في الجميع، انما في طائفة من الناس تصلح لان تقيم الاسلام. الشرط الثالث او الاساس الثالث علشان يصلح المجتمع ايضا لاقامة الاسلام ان لابد من ان توجد الثقافة مع الوجدان، يعني التعاليم الاسلامية تنتشر بيننا. ليه اولادنا في الجامعة واولادنا في المدارس؟ عشان نجاوب على الاسئلة والمشاكل.
أولادنا في المدرسة وفي الجامعة، لماذا إذا تخرجوا وجلس كل على كرسيه سواء كان رئيس قسم أو مديرا أو وزيرا إذا ذكرت له الإسلام غضب وزمجر واحمر أنفه ووجهه وقام وقعد وضرب المنضدة وسخط وقال لك أنت رجعي أنت متذنب أنت متأخر. الولد ده له حق. ليه؟ لأنه تلقى هذا الكلام في الجامعة. ثلاث أرباع الأساتذة أنا بقول ده صح، اعملوا اختبار استردوني كذاب وتعالوا نستعرض الحقائق. نجيب أولادنا الموجودين في الجامعة، أنا أجيب ثلاثة أرباع الأساتذة دعوتهم إلى الخروج على الإسلام. مسألة تنسي بالشكل ده، ودي مش في جامعة واحدة، كل الجامعات بالشكل ده. فإذا إحنا وإحنا هناك بيدرس القانون الروماني، وعندنا يذكر الشريعة الإسلامية، في كلية الشريعة سموها كلية الشريعة والقانون. كيف تدرس؟ القانون يدرس بتفصيل وبمواد وبأصول ومراجع حلوة، والإسلام هنا يدرسون يعملوا إيه؟ إما أن يأتوا بمذكرة مبتورة وهضم الامتحان والنجاح، وإما أن يقول له ارجع إلى المراجع. المراجع إيه؟ كتب طفرة، الراجل صاحب المتن قال كذا، ويأتي الشارح ويقول ويريد صاحب المتن من هذه الكلمة كذا وكذا وكذا، فيأتي صاحب الحاشية اللي بيعلق على الشارح ويقول ولقد أصاب الشارح في كذا وأخطأ في كذا وكذا، فيأتي المعلق على المعلق ويقول ولقد أخطأ المعلق وقال كذا والصواب كذا. فالولد قبل ما يخلص ربع صفحة له حق لو مسك الكتاب مزقه وضعه في النار. قانون في صفحات بيضاء ومواد مكننة مرتبة مرقمة، وأن يقدم الإسلام في صفحات صفراء وفي مواد معقدة لم يعرف الطالب عنها أي شيء من قبل ولا يستطيع فهمها، وأؤكد لك أن كثير من الأساتذة ما هم فاهمينها. طيب هذا الكلام خطير، لكن أنا لما بقول الحقائق أنا بقول وعارف وعارف تمام وتمام مليون تمام، وبقول لك ان كتير جدا من الدكاترة اللي بيكونوا بيتكلموا في الاسلام لا يفهم الا المذكرة اللي بيدرسها في سنة اولى وسنة ثانية او في ثالثة ورابعة. لو خرجت بيه عن الكلام في الزواج والصلاة او عن الكلام في الثقافة العامة ودخلت به في الوضوء في الصلاة في الزكاة في الحج في البيوع في العقود في الرهونات في الحرب في السلام لا بسه لا يعرف شيئا. انا بقول لك صح، هو الاخر ما بيصلي هيصلي ليه؟ يا جماعه خلوها على الله، ما احنا بنضيع ليه؟ لاننا بنشتغل في الجدل والنص. كل شيء انا بقول دائما نريد الحقيقه مره واحده، كلنا نتواضع كده للحق ونقول احنا عايزين نعرف الحق مره، ونعرف الثياب التي نلبسها هل هذه ثياب الحقيقة أم ثياب النصب والجدل والكذب، ثياب الخداع، ومن داخلها نفوس أخرى. وإلا لو كان والله يا أخي لو كان الذين يدرسون الإسلام في الجامعة مسلمين بالمعنى الصحيح لربوا على أيديهم على الأقل من كل 120 طالبا، لأن الطالب أستاذه يعتبر مثاله الأعلى. لكن مع الأسف مسألة ممنوعة ومحروم أولادنا، يبقى منين يعرفوا؟ أنا بقول لابد من إحياء التعاليم الإسلامية بجميع نواحيها وتدريس الإسلام ليس في الصلاة والزكاة ولكن في البيع والربا والرهن والصرف والبنوك والأمور دي كلها، وإن شاء الله هنتكلم فيها كلها السنة الجاية لأن دورها جاي السنة الجاية في دروس الاثنين والثلاثاء والأربعاء. كل ده لابد نعرفه وندرسه لأولادنا في المدرسة وفي الجامعة وفي كل حتة علشان يعرفوه. فإذا عرفوه
وآمنوا به وكمعوا العقيدة السليمة، فإن الولد سيطبقه في البيئة الإسلامية الأولى. اسمع يا سيدي، حين رأى أحد العلماء الكبار رأى صبية تبيع فضلا في الطريق، والعنده كان شافعي، فقال لها: يا بنية، أراد أن يمتحنها ليعرف هل تستطيع أن تبيع وتشتري بلغة الإسلام ومبادئه. فقال للبنت: اسمعي، بيعيني حزمة فضل برغيث. قالت: يا عم أعطيني الرغيث أعطيك الحزمة. قال لها: سأخذ الحزمة ثم آتيك بعد بالرغيث. قالت: يا عم، هذا بيع الطعام بالطعام، لا بد أن يكون يدا بيد، تعطيني وأعطيك، أما أن أعطيك وأنت ثم تعطيني بعد ذلك فهذا حرام يا عم، حرام حرام لا يحل. طب حد منكم فاكر الحكم ده؟ طب حد عرفه؟ طب حد عارف قانون المعاطاة والتناول في البيع والشراء أو أصول الشرعية؟ طبعا لقى ومعذورين. معذورين ليه؟ طب مين اللي هيقوله؟ أهي دي أمور تتصل بالحرام والحلال. قيلت في الجامعة؟ لقى. قيلت في المدرسة؟ برضه لقى. أمال تقال فين؟ أمال أولادنا يعرفوا الإسلام فين؟ هتقال في المسجد؟ مين يدرسها؟ ومين يترك على ثاني يدرسها؟ ومين يتعب نفسه بقى ويقرأ ويطلع روح نفسه عشان يدرس الكلام ده؟ ما هو عارف الحكاية. اتقوا الله فقد كفى مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى عملية ماسة. يبقى لابد ما نغلطش بعض. انا فيه نقطة حلوة بيحكيها احد الفضلاء لبيان ثقافة النساء ومعرفة النساء بأصول الإسلام. فبيقول إن أحد الرجال أراد أن يمتحن امرأته هل هي تحسن الفقه أو لا تحسنه. كانت نزلة من فوق السلم، فقبل ما تنتهي بحوالي 10 درجات قال لها: اسمعي كفي. قالت: وقف. قال لا، إن طلعت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق. إن طلعت على السلم تبقى طالق وإن نزلت برضو تبقى طالق. فعملت إيه؟ راحت قفزت من فوق السلم ونزلت على الأرض. قال لها: أما الآن أنت أستاذتي بقى، أنت تبقى الأستاذة بتاعتي بقى، لأن ده وضع سليم 100% دي. وأظن أنتوا فاكرين بنت الإمام مالك لما كان عنده تلميذ أظن اسمه إيه، خديجة بن مين أو ماني فاكر اسمه. التلميذ هذا كانت له زوجة فماتت، وهو كان طالب علم من خيرة الطلبة الصالحين، ولكنه كان فقيرا جدا جدا. فسعيد بن المسيب نسمان، سعيد بن المسيب وهو من خيرة وأفاضل العلماء رأى هذا التلميذ وكان يحبه، رآه يعني حالته تعبانة ودائما حزين وكئيب، فقال له: أما تأهلت؟ ألم تتزوج؟ قال: لا يا لا يا سيدي، لا يا سيدي، ما تزوج. فقال له: ولما لم تتزوج؟ قال: ما عندي ما أتزوج به. بنت الإمام سعيد بن المسيب هذا كان خطبها الخليفة لأحد أبنائه ورفض سعيد بن المسيب، وبعدين خطبها مرة ثانية ورفض برضو سعيد بن المسيب، رفض يزوجها بنت الخليفة ابن الخليفة، يزوجها ابن الخليفة اللي هيبقى بعد كده خليفة. وبعدين في يوم من الايام سعيد حين قام الطلبة بعد الدرس قال لهذا الطالب: اجلس. انتظر. فلما بقي وليس معه سواه قال: يا بني، اترضى ان تتزوج ابنة سعيد ابن المسيب؟ قال: ابنتك انت؟ قال: نعم.
قال لست أهلا لها. قال لا يا بني بل أنت الأهل لها. انتظر إني سأزوجك إياه. ودعا اثنين من الطلب تعالي، ثم أمام الاثنين قال لسعيد قال للطالب إني زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا أقل المهر ذكر وعلى كتاب الله وسنة رسوله. فقال الطالب وأنا قبلت زواجها على ما ذكر. والاثنين الشهود موجودين. سعيد بن المسيب ما قال هذا إلا لأن ابنته وكلته في الزواج قبل ما يطلع. المسألة طلقة من ناحية ثانية. اليوم درع في ثاني يوم الطالب قائم وأراد يمشي. فسعيد قال يا بني. قال نعم. قال انتظر الليلة أهلك. أهلك. انتظر زوجتك هتجيلك اليوم. على طول كده بمنتهى البساطة. فسعيد الطالب روح ما يعلم من أمره شيء. البيت ليس فيه كسرة واحدة. فقعد يبحث عند الجيران عن يعني نقط من الزيت يشعل منها الفتيل ليضيء جزء من البيت للعروسة اللي جاية الليلة. لأن ناس فيه. وطلب من أحد الجارات أو من أحد الجيران إنهم يأتوا بحصير ينفع للعروسة. ما فيش عنده حاجه. فذا اللي استطاع ان يطلبه وبكل يعني بمنتهى ايه عدم التكلف. لكن البيت ايضا ليس فيه عشاء لا له ولا لزوجته. فايه يطلب العشاء مش معقول. فظل حزين. وجاء سعيد ودق الباب وفتح فدفع له البنت وقال هذه اهله. واغلق الباب وراه وكانه مات. ايه الحكايه؟ ايه الجوازه دي؟ فتلاقي ايه عملت ايه؟ بعدين راح وبعد قليل جاء سعيد وهو يحمل طعاما وشرابا ومالا ودخل وقال يا بني هذا زادكم حتى يفتح الله عليكم. اعطاه الطعام يعني اداه بنته واعطاه الاكل والشرب واعطاه الاموال علشان يعملوا سهر العسل. هو سهر العسل في الاسلام للبتر اسبوع. الجارات سمعنا بالموضوع فكل واحده دقت على سعيد يا على الطالب يا فلان يا فلان يا فلان انتظر انتظر ايه؟ قالوا انتظر حتى ياتيك الرجال. انتظر حتى جاء الرجال فجاءوا لي وقالوا له يا فلان ان سعيدا ارسل ابنته بشكلها الطبيعي كده بدون ما تتوضب وتزين وتتحنكف وتستنكف ما تفرح لا تدخل كعروس نفسك ان تبغضها. انتظر ان ابنتك عندنا مدة 3 ايام وبعدها نزفها اليك. سعيد نزفتهاش. الجارات والجيران عملوا هذه العملية. فأخذوا البنت وبقيت عندهم 3 ايام. جاءوا لها بالملبس النافع وعملوا كل مطالب البنت وعلموها ايش المطلوب للمرأة التي تريد ان تتزوج في اصول المسألة دي. بنتي خير في هذه الناحية ما تعرفش. وبعدين ادخلوها عليها. سعيد بن المسيب ما سأل الا بعد فترة يمكن زادت عن الشهر. أراد في أول ليلة بعد ما دخلت عليه أصبح الصبح داخل خارج باهت إلى سعيد. قالت له إلى أين؟ قال لها إلى أبيك. قالت لماذا؟ قال لأتعلم منه. قالت انتظر أعلمك علم أبي كله. إذا مش عايز تتعلم خلاص
كل اللي عندي ابي من علمي انا تعلمته، فتعالى اعلمت فقها وحديثا وتفسيرا وكل ما تشاء، لكن يجب ان تفهم ان لي عليك حقا ان تظل معي 7 ايام، الا تعلم ذلك؟ فقال ما كنت اعلم. قالت هذه اول كلمة اعلمك اياها، يعني اول مسألة علمية خدها مني ولسه يا ما جاي لك. الامام مالك ذكروا انه كان يدرس لاصحابه الموثق، وكان احد الطلبة يقرأ الموثق، فكان يخفي احيانا والجمع غافل، فتدق ابنة مالك تدق الباب، فاذا دقت قال مالك انظروا لعلكم اخطأت، ما دقت الباب الا لخطأ وقع. هذه العملية كانت المسألة واضحة، لان اللي بيدرس الاسلام والحياة حياة اسلامية، فكل واحد كان عارف ايه يعني. المرأة اللي وقفت ترد على عمر، لو لم تكن عالمة المبادئ الاسلامية اذن لابد من ان احنا لما يجينا حاكم اسلامي وكل يوم يحرم هذا وفي يوم الثاني يحلل ويعمل لنا زي الحاكم بامر الله، مرة يحرم الملوخية ومرة يحلل الملوخية ومرة يأمر الشعب انه يشتغل بالليل وبالنهار ينام، ومرة يأمر الشعب انه يغلق السبابيك ليل ونهار، ومرة يفتح السبابيك ونعمل شغلة بقى. ما هي موجود امثال إذن لابد من ان احنا لما يجينا حاكم اسلامي وكل يوم يحرم هذا وفي يوم الثاني يحلل ويعمل لنا زي الحاكم بامر الله، مره يحرم الملوخيه ومره يحلل الملوخيه، ومره يامر الشعب انه يشتغل بالليل وبالنهار ينام، ومره يامر الشعب انه يغلق السبابيك ليل ونهار، ومره يفتح السبابيك ونعمل شغله بقى. ما هي موجود امثالها في الوقت الحاضر. فاذا جالنا واحد مجنون وبدا يعمل لنا مثل هذه الاشياء، اذا لم يكن الشعب واعيا ويفهم الاسلام، يبقى كل ما يقول الحاكم برضه هيقول له انت صح. كذلك حين يكون الاسلام واضحا حتى العلماء ان خرج منافق فيهم واراد ان يجامل الحاكم على حساب الاسلام لا يتبعه الشعب، حتى لا يقع في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. والشعب الناضج الواعي هو الذي يوقف الحاكم والعالم والرئيس والمدير وكل شيء، كل واحد يوقفه عند حده. يبقى ده الوضع السليم. يبقى لابد من هذا يا اخوان. هل لابد للجميع؟ لابد لمجموعه تصلح ليقوم عليها الاسلام. طيب ما هو المطلوب ايضا لهذا الشعب؟ مطلوب ان يكون عنده بيئة متكاملة مع بعضها. يعني احنا عاوزين الاسلام الان، لكن انا اراك فقيرا ولا اسأل، وانت تراني محتاجا ولا تسأل، وهذا يرى هذا بائسا ولا يسأل. احنا الان كمسلمين مش عارفين ننفذ الاسلام في بيئتنا. اتذكر انت ان هذه البيئة التي لم تصلح مع نفسها تصلح انها تقيم الاسلام، انت عارف اول ما يجي الاسلام يحصل ايه؟ كل ما احنا بيئة واخدين على اكل بعض على طول، هذا يبحث عن وزارة، وهذا يبحث عن رئاسة، وهذا يبحث عن يبقى مدير، وهذا رئيس قسم، وهذا مش عارف ايه، كل واحد ليه؟ يبحث عن المكان الذي يلقط منه اموالا اكثر، ويظلم اكثر، ويسرق اكثر، يبقى ده غلط التكوين البيئي اللي عندنا. طيب ايه كمان مطلوب على ثاني احنا نؤسس اسلامنا؟ مطلوب ان كل واحد في الشعب المسلم يشعر انه مسؤول امام الله عن الاسلام. مسؤول امام الله يعني ايه؟ يعني ان رأى وزيرا او مديرا او ملكا او اميرا او رئيس
الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. هذا الشعب المثقف هو نفس الشعب اللي بيشعر بالمسؤولية، يبقى لابد مع الثقافة يشعر بمسؤوليته، وهذا مبدأ مقرر في القرآن بشدة. فالله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد مسؤول عن الآخر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويقيمون الصلاة إلى آخره. يبقى كل واحد منا مسؤول عن الآخر، حتى إن الرجل يأتي يوم القيامة فيجد رجلا يتعلق برقبته ويقول يا رب خذ هذا إلى النار، فيقول ربه لما؟ فيقول لقد رآني أفعل المنكر ولم ينهني عنه ولو نهاني لانتهيت. يبقى ده مين؟ لأنه مسؤول فعلا. ما قال الإنسان ذلك يوم القيامة إلا لأن عرف إن هذا مسؤول عنه. يبقى لابد كل واحد منا يأخذ على يد الآخر. ولذلك الحديث لا تأخذن على يد الظالم، أي ظالم، سواء كان الظالم حاكم أو محفوظ، ولا تأثرنه على الحق أثرا، يعني لا تجبرنه على الحق جبرا، أو ليمسكن الله تعالى أن يسلط عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ الظالم كيف ننصره؟ قال تأخذون على يدي. يبقى لابد من أن الشعب يكون شاعر بمسؤوليته. هذا هو الشعب الناضج، ومن هنا ندرك المشاكل الموجودة ليه موجودة النهاردة. طيب يا سيدي ايه كمان مطلوب منا؟ النقطة الأخيرة ودي مهمة جدا، أن لابد اسمع بقى وأنا أقولها في آذانكم لتدركوها، لابد من أن يدرك كل منا أن نفسه وماله يجب أن يسخر لدين الله ولدولة الإسلام. يعني إيه؟ يعني الكلام في الإسلام الكلام المعسول، والدين بالكلام، والخطب والكلام في الصحف والكلام في الكتب، وهذه الأمور اللي لا يترتب عليها أن يوجد شعب مستعد للتضحية بالنفس في سبيل دولته وإسلامه، ومستعد للتضحية بالمال في سبيل إسلامه، فهم هذه دولة لا تصلح للحياة ولن تنتصر ولن تعتز. إذا كان دأبنا أن أموالنا تهرب وتخرج ليتمتع بها اليهود والنصارى، ولتعمل في البلاد الأخرى عملها، وتقيم المصانع وتصنع الطائرات والصواريخ والقنابل الذرية وجميع المدمرات التي تهلكنا، ثم نحرم بلادنا من أن نسخر أموالنا لله لنقيم المصانع ولنصنع الأدوات الحربية ولنوجد العمل لكل محتاج ونوجد الأرض الصالحة للمسلمين يعيشون عليها، ونرد أعداءنا بقوة جيشنا وسلاحنا وأموالنا وتجرباتنا، حتى يصبح كل واحد منا نحو دولته يشعر بواجبه وأن ماله ونفسه الاثنين دول مسخران في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قام بالإسلام وقامت عليه قيامة الكافرين وهو في المدينة، لو أن أبا بكر وعمر وعثمان والزبير وطلحة
والانصار والمهاجرين لو قال كل منهم المال مالي وانا حر في نفسي اقاتل او لا اقاتل ما انتصر الاسلام وما وصل الينا وما قامت الدولة ولا اعتز المسلمون ولا باعت وبلت ولا اخذهم الله جميعا الى جهنم. الم يقل الله لهم وهم يقاتلون وهم صادقون وهم يتسابقون الى القتال الم يقل الله لهم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. يبقى اذا لابد من ان تكون نفوسنا واموالنا مجندة لدين الله. مطلوب مال الزكاة ندفع، لم يكف مال الزكاة ندفع ضرائب، لم تكف الضرائب نأتي بكل اللي عندنا، ده احتسنا بان اعداءنا يريدون القضاء علينا واغنياءنا لا يريدون مساعدتنا من الحاكم المسلم الحق ان يصادر جميع الاموال ليمنع الاعداء ثم بعد ذلك ان بقي شيء يرده لاصحابه. وضع سليم لكيان في الارض. يبقى لابد من ان نجرب اذا كنا صادقين واحنا مسؤولين عن هذا من اليوم من ان نجنب اموالنا لنصرة الاسلام ومن ان نجنب انفسنا لنصرة الاسلام. واذا كنا الان اموالنا غالية علينا ونفوسنا غالية علينا وبنجي نسمع المحاضرة ونروح ننام طول الاسبوع ولا نسأل وحياتنا كلها تحكسة ونحكسة وضياع وخيبة بإيد كل البعد عن الإسلام، إذا فأنا وأنت أعضاء غير صالحين للإسلام. نحن لبنات سافهة ساقطة بعيدة. المسلمون الأولون آمنوا فقاموا عملوا اندفعوا قاموا بالدعوة حرروا أنفسهم غيروا كل شيء في حياتهم وجعلوا أنفسهم جنودا لله. ولذلك القرآن ما تركه قال لهم في آخر سورة أنزلت في هذا الباب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها إن كان ذلك كله أحب إليكم من الله ورسوله، يعني من أن تدفعوه في طاعة الله ورسوله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظروا حتى يأتي الله بعذابه. والمسألة النهاردة حصلت. قولوا بحق ولا تخسوا. كل الزعماء احنا في وقت حرب. عندك 10 سيارات يكفيك واحدة. والتسعة اجعلهم في سبيل الله. عندك 20 قصر و20 بيت. كفاية واحدة. والباقي يبقى في سبيل الله. يطلع من الجيش يتأرق ألم من العامل ومن الفلاح ومن المسكين ومن التاجر لضريبة الدفاع وضريبة أمن قومي وضريبة جهاد وضريبة حرب وضريبة مباحث وضريبة مخابرات وضريبة سفك دماء وضريبة تعذيب وضريبة تشريد. طب وانت ما فيش ضريبة ابدا؟ لا معانا الزعيم. كل الاموال دي بعد ما تلف كده المخابرات شوية والمباحث شوية وانا شوية وانتوا بقى انا هكتب لكم هكتب لكم الحرب والسلام بالخطابة. النصر جاي لابد منين؟ النهارده بقى هيجيبوا لنا برقيبة الله يكرمه بقى يلا. خليها احنا تعبين نفسنا ليه؟ لا تيجي بأي طريقة ذلة. احنا سعد نعمل ايه بقى؟ خلاص يمكن الرجل ده ربنا يجعل فيه البركة. حد عارف ربنا بيوضع السر في اضعف خلقه
فما بالك بزعيم سيدي. اذا دي الدولة اللي عايزة تكون اسلامية. طيب سيدي، هذه الدولة مسؤولة عن حماية كل الدولة، الحاكم الكون مسؤولة ولا بد من شعورها عن حماية الدين وعن حماية العرض وحماية النفس والدولة. يعني كلنا مسؤولين، احنا الان مسؤولون عن الدولة، مسؤولون عن الاسلام، مسؤولون عن اعراضنا، كل البنات العاريات، كل الاعراض التي هتكت، كل الفجور اللي موجود بينصب على دماغ وعلى رأس الراضين به لعنات من الله ومن ملائكته ورسله. ليه؟ لان الكل مسؤول. احنا عرفنا الايات ان المسؤولية مشتركة، فلا بد من شعورنا بان حماية الارض احنا كلنا مسؤولين عنه، والحاكم عليه المسؤولية الاولى، حماية مسؤولية الناس احنا مسؤولين عنها، حماية اموال الناس احنا مسؤولين عنها. طب اذا كان الشعب بقى كل واحد بيبحث كيف بقى يدور يبحث عن واحدة هنا وواحدة هناك، وكيف يعمل له مش عارف ايه، قصر هنا وقصر في بيروت وقصر في دمشق وبيت في ايه ومزرعة في الفحيل ومزرعة مش عارف فين وفين، وخد عندك ويص بقى ما الحكاية كلها هيصة. وبعدين الشعب مبسوط جدا جدا وعدلين الانبساط، او الشعب التلفزيون عمك حسن بيعمل ايه، عمك خبر ضر نسيه، عمك حسن وابو ذر بينفلقوا في الجامع، وعم تروح الليله وبكره الساعه 5 تجد بقى يا فندم الفيلم الراقص العاري الخليع النازل بيبوظ كل حاجه. وشوف بقى، شوف التناقض العجيب، الدولة يوم الجمعة تجي علينا خطبة الجمعة في صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر تجيب البيت العريانة والفجور والفتور تدخلوا بيوتنا. يا جماعة امال الخطيب اللي كان بيخطب ده بيقول منين؟ ما هو ده بيخطب باسم الدولة. طب ومال والتلفزيون باسم الدولة؟ اللي قال الخطيب تمساح البيت زوزو والبيت يتعرفين خلاص، يعني ما انتش عاوزين دين؟ لا، امال ايه اللي عاوزينه؟ اللي عاوزينه اللي اخراني ده بقى. انا بقول لك بصدق ما في احد عاوز دين، لا الدولة عاوزة دين ولا الحكومات عاوزة دين، ما حدش عاوز دين، وهل الشعب عاوز دين؟ برضو ولا الشعب عاوز دين. وانا قلت روح ابحث وشوف وقدم اي مشروع في اي مجلس امة في اي دولة اسلامية، اقول لك مش عاوزين دين. لأن مسألة بسيطة، يعني احنا اغراب خلاص نسلينا اغراب كده لغاية ما نموت وامرنا لله. اذن فضل. هو عبارة عن ايه؟ عن المقومات التي لا بد منها لشعب يريد ان يحكم بالاسلام. والحكم بالاسلام عرفنا انه فرض علينا جميعا، وان اقامة الحاكم المسلم الذي نفذ احكام الاسلام فريضة علينا جميعا، ونحن مسؤولون عنها امام الله ما استطعت. وكذلك وبالتالي يصبح هذه المقومات عرفناها، اولا عقيدة مؤثرة مغيرة تصبغ الوجدان وتجعل الانسان يرتبط بالله ارتباط الحب والخوف. ثانيا تغيير في كل حياتنا يترتب على الإيمان بالله وعلى العقيدة التي ارتبطنا بها مع الله سبحانه وتعالى. ثالثا ثقافة إسلامية تصل إلى أعماقنا
ونعرف منها جميع مبادئ ديننا ونخرج بها من جاهليتنا الثقافية التي جعلتنا دائما عالة في العين على غيرها. كذلك لابد من تكوين بيئة مسلمة يحصل بينها تنفيذ الإسلام عن طريق الشعور بالواجب وعن طريق الوجدان والمحبة التي بيننا. لابد من وجود هذه البيئة التي تصلح لأن يقام عليها الإسلام، وإلا يبقى احنا مش معقول هنشيل الإسلام يعني على السطر على الهوى على ناس ما بيعرفوا شيء. كذلك لابد بعد هذا من وجود من أن يكون كل مسلم شاعرا بأنه مسؤول أمام الله عن أخيه المسلم وعن الإسلام. كل واحد منا مسؤول عن إقامة الإسلام. فالذي فهم أن حسن أيوب وعمك أبو ذر وعمك عمر وعمك كرفور وعرعر وحرنكس المسؤولون فقط لأنهم شيوخ، غلط غلط غلط. والشيوخ ضحكوا عليكم ضحكوا عليكم وخدوا منكم الإسلام، لا ادوكوا إسلام صح ولا هم نفذوا الإسلام ولا قالوا لحكام هذا هو الإسلام، فضاع الشعب بين الاثنين. ودائما بقولها ضاع الإسلام وضاع الشعب بين عالم وحاكم. يبقى لابد من ان الشعب بعد ما يبقى عنده العقيدة وعنده المبادئ يبقى عنده الشعور بالمسؤولية. والشعور بالمسؤولية دي مرحلة جديدة. ما انت ممكن عندك المبادئ لكن مطاهين وكل واحد بيرسم على الاخر ويقول علي نفسي، علي نفسي في الاسلام جريمة، في الاسلام بتعتبر جريمة. والحديث مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا في سفينة يدل على ان الكل مسؤول، والايات واضحة في ذلك. بعد كده لابد من ان نجعل انفسنا واموالنا في خدمة الاسلام وفي حماية الدين، الدين اولا، والعرض والمال والنفس. لابد من ان يكون احنا مجندين بانفسنا واموالنا لهذا الدين. ومن الان كل واحد يفتكر هذه الاصول اللي ممكن يقام عليها اي تنظيم اسلامي يفتكرها ويدعو اليها ويحاول ينميها. ننمي العقيدة، ننمي التعاليم الإسلامية الأصيلة. يا جماعة أنا مش عايز أتكلم في كلمة التعاليم دي كلام يفشل، لأن يعني إحنا بنلف كلنا بنلف حوالين كام كلمة طول حياتنا. العقيدة، التغيير، التعليم أو الثقافة الإسلامية التي تصل إلى أعماقنا ووجداننا بعد ان يستوعبها العقل. شعور كل انسان بمسؤوليته. البيئة الناضجة التي تنفذ الاسلام في بابينها وتنجح في التجربة، تجربة الاجتماعية. ان يكون كل منا مجندا بنفسه وماله لحماية دينه وحماية اسلامه ولحماية مجتمعه وحماية عرضه وعرض كل مسلم ومسلم وحماية نفسه الى اخره. يبقى لابد من التغيير. ما عملناش كده احنا بنبقى غلطانين. الحاكم الاسلامي على اي اساس يبنى الحكم؟ رحنا جبنا حاكم اسلامي بنقول له اسمع نمرة واحد، اتدري من انت؟ انت فرد من الشعب لا تعلو عليه ولا ترتفع الا بقدر تقواك لله، فان لم تكن تقيا ف
فمن كان تقيا من اقل انواع السعي فهو افضل عند الله منه. لا تنظر غيرها، انت فرد من السعي، اختارك السعي ولاك عليه وعمل عقدا بينك وبينه، فيجب ان يكون هذا مفهوما. اتدري من هو من المحكومون؟ المحكومون قوم ربهم الله وسيدهم الله وهم عباد لله، فلا تطالبهم ان يعظموك كما يعظمون الله او ان يخضعوا لك بطريقة استبدادية او تعبدية، او لا تطالب ولا تحاول ان تجعل من نفسك الها عليه. انهم في نظر الله وفي نظر الشرع يجب ان ينزلوا منازلهم، فينزل العالم منزلته، وينزل الصالح منزلته، وينزل الفاسق منزلته. ولو كان الفاسق اغنى الناس او كان اعلم الناس يجب ان يناله حد الله وان يوضع في الاسفل. دلوقتي انت بنمرك السعب عباد لله، لا سلطان لاحد عليهم الا بقدر امر الله تعالى. اتدري بما تحكم؟ انت تحكم باسم الله وتحكم بدين الله، فالحكم لله وليس منك، وانت عليك ان تقيم حدود الله، وعليك ان تأمر باوامر الله، وان تبعد الشعب عن كل ما يغضب الله، وان تحمي الدولة بجيش اسلامي، وان تحمي الاسلام في كل مكان تستطيع حمايته. يبقى انت بتعمل ايه؟ انا بلخص بسرعة. الحاكم في الارض مطلوب منه ان يحكم بدين الله، ودين الله فيه كل ما تحتاجه البشرية مما يسعدها في الدنيا والآخرة. يبقى الحاكم فرد من افراد الشعب. لو عمر بن الخطاب بينام تحت السدر، وعمر بن عبد العزيز ما وجد المكان اللي يقويه لما اراد ان يخرج مرة بالليل، وجد الراجل اللي بيسخر بيه، وسيدنا علي وسيدنا ابو بكر ورسول الله عليه الصلاة والسلام عاشوا كافراد الشعب. حتى الرسول لما قاموا من حوله قال لا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعض، ولما ارادوا ان يزيدوا في مدحه قال لا تطروني، يعني لا تمدحوني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وكان يخشى ان يكون من تعظيم الله له ومن نزول القرآن في شأنه ورفعته ان يتخذ المسلمون ذلك ذريعة لعبادته، فكان يقول انا عبد اكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد. وكان عمر بن الخطاب يحمل الغرارة على كتفه ليذهب بها الى امرأة مسكينة تريد ان تطعم اولادها. وكان رسول الله حين ضرب الرجل بقضيب على بطنه وقال الرجل اوجعتني يا رسول الله، القصاص يعني اعصر القصاص من نفسك، قال خذ القضيب واضربني. فقال له لقد ضربتني على حر، فعر نفسك عر بطنك حتى اضربك كما ضربتني. فعر الرسول بطنه له حتى اذا رأى الرجل بطن النبي قد تعرى التزمه واحتضنه، فقال الرسول ما دفعك الى ذلك؟ قال، وكان ده في غزوة بدر، قال لقد حضر ما ترى، يعني حضر الموت، فانا اريد ان يكون اخر امري ان يمس جلدي جلدك، فقد استشهد في وقتنا هذا. وعمر بن الخطاب
قال للرجل اقتص مني او اغفرها لي. وذهب عمر الى المرأة المسلمة التي دار حول المدينة فوجدها تشكو فقال لها لما لا تخبرين امير المؤمنين بامرك؟ فقالت كيف يتولى امرنا ويغفل عنا؟ الى الله اشكو عمر بن الخطاب. لقد كان عمر كان يرعى الغنم وكان يرعى الابل، اذا تولى امرنا يغفل عنا؟ فاخذ عمر يقول لها اتبيعين ظلامتك؟ انت مظلومة، تبيعي ظلامتك وحقك بدينار وتسمحين وتغفرين لامير المؤمنين عمر؟ هي لا تعرف انه عمر. فقالت لا. قال بدينارين؟ قالت لا. قال بعشرة؟ قالت لا. قال بعشرين؟ قالت لا. قال طب بخمسة وعشرين دينار؟ قالت اوافق. فاخذ سيدنا عمر اراد ان يعمل ايه؟ عايز يديها المبلغ، وهو جاي يعطيها المبلغ وجد عبد الله بن مسعود وسيدنا علي جايين، فقال السلام عليك يا امير المؤمنين. فالمرأة ضربت صدرها قالت وي، انت امير المؤمنين؟ لقد اسأت اليك. قال لا تخاف، الم تسامحيني؟ قالت نعم غفرت لك. سمح ما كان بيعمل حاجة. فكتب هذا الكلام، الا ان هذا ما سامح عليه عمر المرأة التي سكته الى الله، لقد سمحت غفرت له حقها قبله في مقابل 25 دينارا. شهد على ذلك ابن مسعود وعلي، ثم قال يبني اذا نت فضعها في كفني، فان جاءت يوم القيامة فطالبني قابلتها. يعني ادي المرأة ثم ربنا كتب الكلام ده صورة الجمال. يبقى هذا الذي كان عليه المسلمون، فنسأل الله تعالى ان يهدينا سواء السبيل وان يرزقنا محبوب الله. احنا بقى عندنا محاضرة واحدة الاسبوع الجاي ان شاء الله. سمعة التسجيلات الاشرطة المسجلة في المرأة الاسرة المسلمة موجود الان الاخوة الذين يوزعون عليهم الاشرطة، الاخوة الذين يريدون مجموعة التوحيد، مجموعة التوحيد تتوزع في الاسبوع المقبل وتطلع في 24 شريط، كل شريط ساعة، والشريط بيباع بربع دينار، يعني 24 بستة دنانير. فاللي عنده اللي عاوز من اشرفة علم التوحيد مجموعة يكتب اسمه برضو بره، وارجو للاخوة اللي معاهم اقلام يسجلون اسماء اللي عاوزين كتب التوحيد، لان احنا الحقيقة بنسعى بالاخوة اللي بيعملوا بيتعبوا وبيسجلوا حسب الطلب فقط الاخر. اما الاسئلة نرجو من الاخوة الواقفين ان يجلسوا من اجل الاسئلة. خلينا نقول بهدوء وبسرعة. في سؤال بيقول بعض، يقول بعض الفقهاء لم ندفع الزكاة الا بني هاشم، الى بني هاشم، ثم يقول ولا الى بني عبد المطلب، فمن هم بنو هاشم ومن هم بنو عبد المطلب؟ يا ابني انت لا تسأل نفسك بدون، انت لا عندك في الكويت لا حد من بني هاشم ولا حد من بني عبد المطلب، دول الفرعين من قريش اللي هم بني هاشم اللي منهم النبي عليه الصلاه والسلام، وبنو عبد المطلب دول اولاد اعمامه، فما تسعد نفسك بالعمليه. وبعدين الفقهاء قالوا انهم يجوز دفع الزكاه لهم الان، لان جثها كانت، لان موجود الدوله بتعولهم دلوقتي الدوله لا تعولهم. تذكر في هذه الايام في صفوف المسلمين دعوات حزبية، ما هو رأيكم في ذلك؟ ولا اذا كانت الدعوات حزبية يعني دعوات لدينية، احنا عايزين يبقى كل واحد يدعو الى الدين وربنا يقوينا ونعمل 100 حزب اسلامي، بشرط ان كل حزب اسلامي او جماعة تحب الجماعة الاخرى وتعمل وتساعدها،
ولا تشتم ولا تعتبرها نقصة ولا تتهمها إلى آخر. أما إذا كانت الجماعات متنازعة ومتناحرة وكل واحد يتهم الآخر فلا أكثر الله منه. وبعدين بيقول وما هو رأيكم بحركة الإخوان المسلمين كحركة حزبية دينية؟ وهل يؤمن الإسلام بالتحديد؟ يؤمن الإسلام بالجماعات الإسلامية، حزب إسلامي، ربنا قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هو المفلحون. فإذا كنت عايز تعمل حزب الله اعمل حزب الله،